على ضفاف نهر دجلة حيث كانت الحضارة. يحاول هؤلاء الشباب إعادة الرونق إلى محافظة نينوى التي كانت يوما ما ملتقى الشرق بالغرب. سفراء النظافة هو اسم الحملة التي بدأها مجموعة من الشبان لتنظيف ضفاف الأنهار في العراق، وحطوا رحالهم هذه المرة في مدينة الموصل التي تعاني إهمالا حكوميا أثر على مختلف القطاعات فيها. أي دعم حكومي ما أكوش، إحنا نحاول بفلوسنا بجهودنا، جهود الشباب الموجودة جاي نشتغل على هذا الأساس، أي شيء من الحكومة ما ناخذ. أثر الفراشة هو ما يحاول هؤلاء الشباب ترسيخه في ظل غياب مفهوم المسؤولية المجتمعية التي رمت المدن العراقية في ذيل التصنيف العالمي للمدن الصالحة للعيش. بعد سنين كنا راح نتغير، بعد سنين راح نعرف شنو ثقافة النظافة، بعد سنين احنا من داخلنا ما راح يعطينا انه نزيد وسخ بالشارع. فاحنا نرجع نقول احنا ما نشتغل على اثر يوم ويومين، احنا نشتغل على اثر سنين. ما يميز هذه الحملة مشاركة متطوعين من بغداد والموصل والانبار والنجف ومحافظات اخرى، فضلا عن مغتربين على رأسهم مجتبى صاحب الفكرة الذي فوجئ بمنظر النفايات فقرر البدء بتنظيف ضفاف نهر دجلة في بغداد، لتتسع بعدها الحملة لتشمل 15 محافظة عراقية. الشيء اللي نريد نوصل له انه نريد نبطل نسوي هالحملات، انه ما نحتاج بعد حملات، المكان يكون نظيف وحلو ما يحتاج نسوي حملة، هو تلقائيا نظيف، ما حد يوسخ، ماكو وساخة. هذا الهدف، وحتى نوصل لهذا الهدف انه نحتاج اكو عندنا خيارين، يا اما نقعد ونتذمر وننتظر الحكومه تسوي شيء ونقول يا اخي ليش ما محلوله هاي المشكله، او انه نبدي احنا بنفسنا. ويرى القائمون على حمله سفراء النظافه انها ضروره ملحه في ظل تلوث الانهار وانخفاض مناسيب المياه فيها والتغيير المناخي والجفاف الذي يهدد العراق والامراض التي يمكن ان تفتك بالعراقيين.